راح نخدموا عينينا بزاف في محطتنا المواليه، راح نهتم بكل ما هو جمال صوره. ضيفنا هو مبدع فوتوغرافي، لكن يتعامل مع الصوره باستعمال تكنولوجيا حديثه واخر التقنيات. كثير من الشباب يستعملوا فوتوشوب، لكن القليل منهم اللي يعرف تقنيات استعماله وتقنيات التمكن من التكنولوجيا الحديثه. وحاضر معنا نسيم شعيب. قولوا صباح الخير نسيم. اهلا، مرحبا بك. انت فنان هاوي، مصور فوتوغرافي، لكن الشيء اللي يميزك انك تتعامل مع الصوره باستعمال التكنولوجيا الحديثه، صح؟ نعم. خلينا نتحدث على تجربتك مع عالم الصوره وعالم التصوير. هاد العفسه بديتها اون 2015، شغل كنت قاعد هكا ندور فيسبوك، حتى شغل شفت عباد يخدموا وبديت نتعلم منهم وبديت نشوف تصاور مخدومين هكا، حتى جاتني الانسبيرانسيون نبدا. قلت له وش الحاجه اللي تميزك على باقي واش شفت انت في الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي؟ كاين اجتهاد ولا الكامل الاشخاص يتشابهوا في تعاملهم مع الصوره؟ هي نورمالمون كل واحد وستيل تاعو في الاول، وكاين هي في الاول كاين ستيل تاع لي ميكس تايب، هما اللي كانوا يخدموه بزاف في الجزائر. هاد ستيل اللي بديت فيها انا شغل كان قليل، كانوا زوج عباد ولا هكاك، من بعد بشويه بشويه حتى شغل طور دوك الستيل هذا اللي يمشي بزاف في الجزائر في الفوتوشوب في الديزاين. رانا نشوفوا في هذه الصور يعني كي نشوفوها نحسبوها لوحه فنيه، شغل فنان رسمها بالريشه، صح؟ انت هذه صوره تؤخذ من قبل ومن بعد تقوم بالتعديلات عليها. نعم. نعاود فوق التصويره نورمال وحتى نخرجها هكا بلي ديطاي وكاع. انت قلت لي بدايتك كانت مع فن التصوير. تتصور. بديت هاوي شغل. وش نوع المواضيع اللي كنت تعالجها بالصوره اللي تصورها؟ لي بورتري تاع عباد هكا. يعني كنت مهتم بلي بورتري اكثر شيء. طيب مثل هذا الصور، نعرفوا انه كل واحد فوتوغراف صور محترف، مصور محترف، يقوم بعمليه التصوير ويشارك من خلالها الناس اللي يحبوا هذا العالم ويدخل ايضا في مسابقات وغيره. انت بالنسبه لك هذه الصور وين راح تروح؟ وش راح تدير بها؟ دخلت في مسابقه ديجا. اوكي. وكنت انا الاول اللي ربحت فيها. ايه. من بعد وين هذه المسابقه؟ كانت في فيسبوك هذه المسابقه. تاع التصاور هذوما دخلت فيها وكنت انا الاول اللي كلاسيت فيها. كانوا كاينين بزاف متنافسين معاك. كامل جزائريين. كامل جزائريين. ايه. ودخلت فيها، ما مسابقات واحد اخرين مازال ما دخلت. وش نوع الصور اللي شاركت بها؟ الصوره الاولى تاع فلان رابر. وش الحاجه اللي خلتها تدي مركز اول؟ كانوا الغاشي قاش والله بلو بار تاع الناس يقولوا لي بلي انت هو يعني افضل واحد. كان بالفوت. نعم. وانتم بيناتكم انتم تعرفوا الفنانين اللي يجتهدوا في هذا الفن، صح؟ نعم. كاين بزاف في الجزائر؟ كاين. وشكون هو ربما اللي الشخص اللي جلب انتباهك وتحب العمل نتاعو؟ في الجزائر؟ ايمن بن مشيارة، هو مصور وكان يخدم فوتوشوب من قبل. اوكي. وفي الخارج، خارج الوطن؟ خارج الوطن كاين كريس فيكتور، هو افضل واحد في العالم كاع. وش هو الحاجه اللي تخليه هو الافضل في الفوتوشوب؟ لانه كثير من الناس يقول لك حاجه سهله فوتوشوب، ماشي هو اللي يرسم، ماشي هو اللي يدير، يروح يدخل اليوتيوب، يدخل فوتوشوب، يدير ابليكاسيون وهي تدير كلش. هذا العفسه اللي تميزوه هو يقدر يواسي يزدع فيس من عنده، شغل بلا تصويره الاوريجينال يقدر يزدع فيس من عنده حتى يخرجها وما تبانش. وعلى من تعتمد اكثر شيء؟ على الالوان ولا على الخط اللي تخط به؟ خطرات الالوان، خطرات الخط، على حسب الصوره كيش تكون. وش هو اصعب شيء في اعاده فبركه مثل هذه الصور؟ في الاول انا كنت صعيبه في الخط، ودوكا عندي مشكله في الالوان شويه. كيفاش مانيبيلي بلا سوغي ولا عندك سبيسيال؟ بلا سوغي. يعني تحتاج دقة نظر وصبر. هي تشد الوقت بزاف. شحال تدي معك صورة مثلا؟ بورتري بوك يكون فيها حتى 3 سوايع ولا بلي ديطاي. وصورة تاع جوار ولا تشد حتى 6 سوايع 7. تقدر تدي لك نهار كامل. صورة كيما هذه نشوفوها، اسكو تفضل تبقى في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يقدروا اللي يحبوا يديروا صور بالفوتوشوب انهم يخرجوها يمبريميوها؟
كاين بريميو عفسه مليحه هذيك تاع تام بريميو. تقدر ديرها كادر. تقدر ديرها كادر نعم. انت ما جربتش هذه العمليه؟ حبيت نديرها بصح مازال ما جاتنيش الفتحه. وين درست؟ وين تكونت؟ تكونت في عالم التكنولوجيا وعالم الانترنت و غير في الانترنت هكاك وحدي. وحدك؟ وحتى تعلم. فنخلط نخلط حتى تعلمت. وش لازم يكون متوفر عندك باش تقدر تكمل في هذا الموهبه وهذه الهوايه وتطورها؟ الحاجه الاولى الامكانيات اللي لازم تكون متوفره عندك، او عن جهاز ربما. الجهاز لازم تكون عندك ماتريال مليح شويه، خاش تشد الوقت، لازم تصبر ثاني، لازم تصبر. والكاباسيتي لازم تكون كبيره صح؟ نعم لازم تصبر شويه. شحال عندك من صوره تريتي اسوجو؟ شحال راك داير من صوره تعاملت معها وفبركتها لحد الان؟ عندي بزاف. وكيفاش تختار الشخصيات؟ الشخصيات في الاول كنت نختار برك. اها. وباش تخدم للغاشي كاع ما تقدرش، خاطش التصويره تشد الوقت بزاف ويجوك بزاف يقولوا لك خدم. دونك كم يجوك طلبات بزاف؟ بزاف طلبات، تما يجوا واحد 100 بنادم في النهار نورمال شغل. يبعثوا لك صورهم خاصه؟ يقول لك خدمها لي خدمها لي. وهي لازم ثاني حاجه باش تخدمها التصويره، لازم لك التصويره تكون بجوده عاليه شغل، كاليتي مليحه لازم تكون. اوكي. خاطش ماشي اي صوره تجي تخدمها. تعاملت بزاف مع وجوه صح؟ اصعب وجه واجهته في الفوتوشوب وعملية التعديل؟ أصعب وجه اللي لقيت فيه صعوبة بلك؟ سليماني. سليماني علاش؟ وش فيه وجهه؟ فيه تضاريس. وش فيه وجهه سليماني؟ وش هي الحاجة اللي خلته صعيب؟ هي في الأول هذاك في الخط أنا كان عندي مشكلة مع اللحية. خاطش مع الأول كنت نديرها ديريكت تري برك ونخدم. دوكا دخلت في بليدي طاي دوكا بليت نخدم معاه بليدي طاي. دونك لازم تدي الكوافير قبل تخدم له، بعد تخدم له صورة فوتوشوب. وبالنسبة للسيدات يجوك طلبات انهم يتحصلوا على صور معدلة؟ يجو بصح انا ما نخدمش بزاف تاع النساء، خاطش هذيك تاع النساء المشكل تاعها في اسمه في التلوين كولورينغ صح. وش اللي قالها لوجيسيال سبيسيال؟ هو فوتوشوب برك لازم تكون تتقن بزاف في التلوين، يعني فيها دقة أكثر من رجل صح؟ أكثر، وسورتو إذا كنت موالف بزاف تاع رجل تسمى تصيب مشكلة. وسيدات كاين نساء اللي دخلوا لهذا المجال ومتمكنين من فوتوشوب ولا ما تعرفش؟ كلهم رجال. كلهم رجال ما عرفتش. المرأة راهي غايبة، إذا كان كاش وحدة راهي تشوف فينا الآن وتكون عندها هذه الموهبه ما عليها الا ان تقدم لبرنامج صباح شروق كي نستعرض حتى مهارات وقدرات المراه اللي التي يقال دائما ان المراه تنافس الرجل صح؟ اذا وريونا شطارتكم نفسه تنافسوا نسيم شعيبه. يعطيك الصحه نسيم، نورتنا باطلالتك. قبل ما تغادرنا قلنا برك وش هو الجديد، واذا كان ربما الشخص اللي محترف في هذا النوع من الفنون يقدر انه يطور نفسه ويعيش جديد من خلال ما يقدم من فن. هي لازم تكون عندك الانسبيراسيون باش تخدم هكا شغل، بالك تجيك ايدي تاع كش عفسه ولا تقدر تسمى تترجمها فوتوشوب كيما نقولوا. شحال تقعد مع الميكرو انت في حياتك؟ كيفاش مقسم وقتك؟ كوتي قرايه كوتي فوتوشوب. ما انا ما نخرجش من الدار زعما باش نخرج مع اصحابي برا ولا، تسمى دائما في الدار. وكي نروح للقرايه نروح نقرا ومن بعد الوقت اللي يبقى لي تما نبقى مع فوتوشوب. واش راك تقرا دوكا؟ كي راني راك؟ ترمينال الباك. الله يبارك لك مع الباك. دونك لازم تزير روحك شويه ان شاء الله. اوكي. يعطيك الصحه نسيم، نورتنا باطلالتك وحضورك وحبينا حضورك، وان شاء الله تكونوا حبيتوا ايضا هذا المحطه وكل شخص مبدع.